السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف منتج من منتج شركة سايب اسمه بلامينج ووتر سيستم. وطبعا أول حاجة هنعملها إن احنا نبدأ نحط الأجهزة بتاعتنا، وليكن مثلا البلامينج سيستم اهوت. فبيسألك بعض المعلومات عنه، البوستر ريست ايه، الكيرف ايه، الفلو وهكذا. فبقول له اكسبت اهوت، ونقدر مثلا نحطه هنا. وبعد كده تقدر تعمل له روتيت لو انت حابب مثلا بالشكل دوت، اول ما بتقف عليه بيبدا يجيب لك كل المعلومات الخاصه بيه، وتقدر تعمل تشيك على الشغل بتاعك من هنا. تقدر تقول له اعمل تشيك على البريشر وهكذا، يبدا يعمل لك تشيك عليه ويبدأ يقول لك ان هو فيرتفايد ولا لا. طيب عايزين نرسم، فهقول له هنا انا عايز البايب هنا نوصل مثلا بالكونكشن دوت. بيسألني الدايمتر قد ايه والتمبريتشر و والحاجات دي كلها، وبرضه تقدر تعمل تشيك. ابدأ اوصل بقى من هنا كده وهو شايف البايب بتاعي عادي، ولما اخلص ادوس رايت كليك عشان اخرج من الرسم بتاع البايب. وأول ما بتقف على البايب بيبدأ يجيب لك كل المعلومات الخاصة بالبايب زي ما انت شايف. هتلاقي البايب مش مجرد بس كده، لأ عايز تضيف بوينت، عايز تضيف مثلا جوين بين اتنين، عايز تعمل اكستنت، تقدر ترسم زي ما انت عايز. عايز تعمل ليبل، وعندنا هنا حاجات كتير جدا في الكالكوليشن اللي عمل حسابات. وهتلاقي عندك كل البراند فيكشر اللي انت ممكن تحتاجه اهوت، ورا تدوس عليه وتبدأ ان انت تختار المكان اللي انت عايز تحطه فيه اهوت. ممكن انت تعمل له روتيت الزاوية اللي انت عايزها، وبعد ما تخلص خالص تقول له بقى انا عايز اشوف البيل كوانتيتي، يبدأ يجيب لك الحصر العناصر اللي انت استخدمتها في المشروع بالشكل دوت. واي عنصر هنا تعمل عليه سيلكت يبدا يجيب لك هو موجود فين، والعكس صحيح لو عملت سيلكت هنا يبدا يجيبهولي في 3D، يبدا يدولي بلون مختلف في 3D. وهنا بيبدا يجيب لك الجراف بتاعه، ويبدا يجيب لك كل الداتا بتاعه والويست والسيرتيفايد. وتقدر تصدر الشغل بتاعك دوت اللي بي سي 3، وتقدر تشوف البيلف كوانتيتي كتقرير بأكتر من شكل. كل دي ممكن تشوف كوانتيتي كوست بريك داون ستراكشر بيو كيو سامري زي ما انت عايز. اي حاجة تختارها هتقول له اكسبت، هيبدا يطلعها لك على طول. وده الكوست بريك داون ستراكشر. وتقدر تعمل له اكسبورت سواء PDF او دوكومنتس او تكست او HTML زي ما انت عايز. فهنا هتلاقي تقارير كتيرة جدا تختار اللي انت عايزه، ويبدأ يظهر معاك بالشكل دوت، وتقدر تصدرها